السلام عليكم. الاسم والصفة ديالك وهذا العمل الخيري اللي كتقوموا به تقريبا كل سنة. منير خالد، رئيس جمعية عيون الجيران للتنمية والثقافة والتضامن والإدارة. جمعية عبد الرحمن كنقوموا بها على امتداد ما يقرب 7 سنوات. وطبعا الناس ولفونا ولفناهم وعارفين الطريقة ديالنا مع التعامل. أحيانا كنلقاونا لا ماجوريتي ديال الناس كاينين زوينين كيجيو كيفطروا وبخير وعلى خير، ولكن أحيانا كتصادم بواحد 3 ولا 4 اللي كيحاولوا يشوشروا لك وهذا عادي. تقريبا شحال عدد ديال الأشخاص اللي كتستقبلوا؟ واش كلهم باساجو ولا أولاد المحمدية اللي منهم ربما ناس اللي كيجي؟ حنا اللي كيجي عابر سبيل مرحبا به كيفطر، هذا ما كان بدون استثناء. وبالنسبة للأشخاص اللي كيكونوا معنا يوميا هذو ولاد المدينة المحمدية طبعا، وكاينين الناس اللي كدراري اللي بوحدهم أو عائلة ديال الأيتام وهذه اللي كيجيو كنعطيهم لهم بورتي كيمشيو معاهم. تقريبا شي 120 شخص اليوم، كانوا أكثر من 120، وهي هذيك غادا الأمور إن شاء الله نجيو. إحساسكم وأنتم كتقوموا بواحد العمل خيري في واحد الشهر مبارك وشهر الغفران؟ بطبيعة الحال ما غاديش نقول لك بأن سويزرلون كي باغفي ولا إنسان مثالي، لأننا كنا كنديروا الذنوب كنديروا الخطأ، ولكن على الأقل كنحترموا هذا الشهر، لأن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا صيامه لي فأنا أجزي به من أشاء. إذا الله عز وجل هو اللي كيطالع بسرير الإنسان سيرة الشهر، هو كيجزي الإنسان على حسب الفعل ديالو والعمل ديالو مع أخيه الإنسان. وعلى ما كنظن بأننا نحن كنحاولوا جهد ديالنا ان هاد الناس هادو كيفطروا، ما كنحاولوا نهزروا شي واحد او في حاله ما الا جا شي واحد كنحاولوا باش نصيفطوا بنتي حسنا، حيت طبعا 120 ديال الشخص ما يمكنلكش غتجيريه او الاشخاص او ثلاثه يجيريو هاد 120 او شي حاجه، ضروري كتكون بعض الاصطدامات اللي هي خفيفه وكيمشيو كلشي كدوز. على ذكر ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء، واش مازال الرحمه في هاد الايام ولا في هاد السنه اللي كنعيشوها ولا مازال في الحياه ديالنا باقا كتلمس ان كاينه رحمه؟ بطبيعه الحال كاينه الرحمه في كل الشعوب، وسيما البلد ديالنا هذا الوطن الحبيب اللي طبعا اللي هو المغرب، اللي حسب التجربه ديالها امتداد 7 سنين كنقول في مائده الرحمن ان كاينين الناس، كاين تآزر، كاين الناس اللي كيعاونوا واخا يجيب لك عاش ويتبرزين يجيب التمر يجيب لك دانون. اذا هذه الخيمه هذه ديال الله عز وجل هو اللي كيعمرها، وبني البشر اللي طبعا اللي كيجيو هاد الناس هادو كيعاونونا طبعا ما نكذبوش، كيجيو الناس كيساندونا سواء بالقليل او بالكثير. وهذه المائده راه عامره طبعا بهاد الناس هادو، باقي الناس مسلمين، باقي الناس اللي كيرحموا الاخوان ديالهم، وكنشكروا من هذا المنبر جميع الاشخاص اللي كيعاونونا ويساندونا في هذه الاعمال الانسانيه. ذكرتي ان كاين بعض اللي كيقوموا بالشوشره سامحهم الله، رسالتك لهاد الناس هادو؟ واخويا احنا بالنسبه لنا كنقوموا بواحد العمل انساني نبيل لهاد الاشخاص هادو المعوزين. كاين بعض الاشخاص اللي كيكون عندهم كيتمشي بجوج الميكات ولا ثلاثه عامرين باللبن، عامرين بالحليب، بالحوت، بزاف د الحوايج، كيجي يقول لك اعطيني عبيضات، اعطيني كرواس، اعطيني هذا. وانت كتشوف فيه بان ديك الرساله اللي غادي داير لنا هذا الشيء العابر سبيل اللي ما عنده شيء كنشوفه كنعطيه. واحد عجيب جوج الميكات. اذا كاين اشخاص اللي هو شخص اللي هو ميسور الحال وجاي شاد مقعد لي في واحد، وملي ما كتعطيش كيبقى يقذف هنا بالسب والمعيار، يعني سي نورمال كتصطدم بعد الاشخاص هادو. والله يهديهم، الله يهدي مخلق. شكرا لك، تحياتي لك. شكرا لك وتحيه للجميع وكنشكركم. تبارك الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيه بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.